السلام عليكم. اليوم حنشرح محتوى دورة الفوتوشوب. بالبداية انتو حتتعلموا كيف تنزلوا برنامج الفوتوشوب، كيف تتعاملوا مع الواجهة الأساسية اللي هي موجودة عندي، عبارة عن أدوات مثل تولز، مثل عندي قائمة اللايرز، وعندي كتير قوائم مثل قائمة الأوبشن الخاصة بكل أداة اللي نحن مثل ما شايفين هون عم تتغير الأوبشن عندي. حنحكي على اللاير، البرنامج كيف بفكر او كيف آلية العمل فيه، كيف التكتيك اللي نحن بنشتغل فيه. طبعا حيكون عندكم كتير قوائم، بس انا هون مختصر القوائم اللي نحن بنشتغل فيها اكتر شيء او اللي بتلزمنا. بنشرح الواجهة العامة، نحن كيف نرتب القوائم تبعنا، نتحكم فيهم كيف ما بدنا، وبعدين بنبلش بنفوت على تفاصيل المشروع بحد ذاته. يعني انا عندي هذا المشروع مثلا بدي زوم، بدي ارجع زوم لورا، بدي مثلا انا عم زوم روح يمين روح يسار، اطلع لفوق انزل لتحت، اتحكم فيه كيف ما بدي. موضوع اللايرات بنحكي عليه كيف بيصير. يعني انا اليوم عندي قائمة اللايرز اللي هي فيها كل شغلنا واللي هي اساس الفوتوشوب، فانا كيف بدي اضيف لايرات، كيف بدي احطهم بجروبات، كيف بدي استخدم هالادوات او القوائم اللي قدامي. قائمة اللاير ستايل بنحكي عليها شو بتفيدنا، حنحكي على تفاصيل كتير. هحاول انا اختصركم هذا الشيء بهذا الفيديو، وان شاء الله نتعمق فيهم خلال الدروس. مثل ما شايفين بالبداية نحن حنعرف كيف نرتب اللايرات. انا عندي هذا المشروع بدي اعرف كيف جزءه، يعني مثلا انا عندي حددت دائرة او حددت اي شكل من المشروع، فانا بدي اعرف كيف بقدر اتحكم فيه، كيف بقدر بدل تحديد. لاحظوا صار فيني اخذ نسخة منه، حبيت اغير الوانها اشتغل فيها اي شيء بدي اياه، بقدر انا اتعامل بالبرنامج كيف ما انا بدي. طبعا نفهم اللايرات كيف تشتغل، كيف منلونها والى اخره. لقدام حيكون عندكم بس انه انتم تتدربوا على اللايرات لتقدروا تساووا هيك مشاريع، انه بس تطبيق صور بسيطة جدا. بعدين شوي شوي نتعمق اكتر، انه منصير نحنا منحط مجموعة صور مثل ما شايفين هون، بنقدر نتحكم فيها بالتقطيع حسب الشكل اللي انا بدي اياه او حسب الكونسبت الموجود عندي. مثل ما شايفين هاي الاشكال كيف بساوي ابيض واسود، كيف بحط صور، كيف بغير كتابة. حنحكي على الاشكال مثلا المعقدة غير الاشكال الهندسية، مثلا عندي اشكال غير موضوع الدائرة المربع، عندي اشكال عفوية كيف بدي اضبطها، بدي اعرف كيف اضبطها بالبرنامج، شو الادوات اللي بتهيئني او بتساعدني لاقدر اشتغل عليها. فأي شيء بدي اياه بدي اعرف كيف اشتغله، كيف دخل صورة بقلب صورة ونوصل للشيء اللي بدنا. حتى موضوع الكتابة، انه انا اذا بحط مثلا كتابة، فانا بدي اعرف هاي الكتابة كيف بتحكم فيها، يعني شو الخطوات اللي انا بقدر اشتغل فيها اذا كتبنا فوتوشوب مثلا. فانا هذا الخط مثلا ما حبيته، حبيت اختار نوع خط تاني، فهتلاقوا انتو في عندكم مجموعة خطوط داخل البرنامج تقدر تساعدني لوصل للشي اللي بدي اياه. طبعا لها اعدادات ولها خصائص كتير بنحكي عليها كيف نحنا ممكن نستفاد منها ومتخصص فيها او متعمق فيها اكتر لنقدر نوصل للشي اللي بدناه. بعدين بدي اعرف كيف انا بنقل مثلا لاير من مشروع لمشروع، انا مشان ما اعيد الشغل، فبدي اعرف كيف اشتغل على هاي التفاصيل. طلعت عندي الكتابة كتير كبيرة، بدي اعرف كيف اتحكم بقياسها، يعني السكيل تبعها لأقدر غير الوانه مثلا اذا حبيت، او اختار اي شيء بدي اياه مثلا هي اسود مشان نشوف الشغل، وطبعا فيني ارجع اعدلها واشتغل فيها. بنحكي على الفايلات هي كيف تنجب. بس نخلص من المفهوم العام للايرات وانه كيف بتعامل معهم وكيف بحطهم جروبات والى اخره، حننتقل لموضوع المخططات المعماريه. انه ابسط مشروع شو ما كان يكون، سواء غرفه ولا مجمع ولا مدرسة ولا اي شيء، بدي افهم انا انه كيف بلون هاي اللايرات اللي شايفينها قدامي، كيف بحط لايرات فوق بعض. التلوين كتير بسيط بس لتاخد ايدكم على اللايرات وكيف تدربوا عليها. بعدين بنعرف كيف بنحط مثلا اضاءة، دروب شادو، يعني ظلال، بنحط كتير تفاصيل تغنين للمشروع، كيف بدي احط اللوجو تبعي مثلا بزاوية المشروع. بنخلص من هذا الموضوع بننتقل للفرش، انه كيف انا بوزعه بالمشروع تبعي، كيف الماتريالز بحطها سواء خارجي ولا داخلي. مثل ما شايفين هون موزع الكنب، إلى مثلا
ظلال، اللي عنا إضاءة مثلا موزعة بالمشروع، السايت بلان كيف موجود. طبعا هذا اللي عم تشوفوا الصور كلها من شغل الطلاب، كل الصور اللي شفناها هون هي من شغل الطلاب خلال كورسات الفوتوشوب. فهي عدة خيارات، المهم أنا أي مشروع يكون بين إيدي أقدر أشتغل فيه بكل بساطة، ما واجه أي مشكلة. حتى لو كان عندي بوستر بقياس مثلا A0 أو A3 أو أي شيء، فأنا بدي أعطي تفاصيل اشتغلها صح. لاحظوا قد ما زومت فبتطلع عندي الكواليتي عالية. حنحكي على موضوع الطباعة، حنحكي على ألوان الطباعة وشو الفرق بين ال RGB وال CMYK وشو المشاكل اللي بتصير معنا بالطباعة وكيف بنحلها. حنحكي على كل هاي الأمور إن شاء الله، وكيف أنا بقدر أخفف حجم الفايل إذا صار كتير كبير. كتير أحيانا بتصير هاي المشاكل، نحكي شو سببها وكيف الحل تبعها. طيب إنه هيك لايرات، أنتوا تخيلوا عندي أنا هون كل مثلث هو لاير، فتقريبا هون عندي مثلا 50 لاير، وعندي لاير الأرض والتفاصيل التانية، فبرياح هذا الفايل حيكون حجمه كبير وفي لايرات كتير. فأنا مشان ما أضيع نعرف كيف نرتبهم ونشتغل عليهم. حيكون في عنا السايت بلان الخارجي، إنه كيف نحن بنعطي هذا المشروع كل هاي التفاصيل اللي شايفينها، إنه كيف بدي أوزع شجر، حط عشب، حط مسبح مثلا، حط المحيط الخارجي. خلينا نشوف مثال تاني مثل ما شايفين هون، إنه أنا هاي الكتلة الأساسية تبعي بتضيفها على هذا المشروع. طبعا أنا فيني أشتغل 3D، بس إنه هون بالفوتوشوب نحنا بنضيف غيوم، بنضيف شجر، بنضيف سيارات، بنضيف كتير تفاصيل تغنينا عن الريندر، وبنفس الوقت بتعطينا جمالية وبتختصر علينا وقت. فنحن بدنا نعرف نشتغل على هاي التفاصيل. بس نخلص منها ممكن نشتغل على المقاطع اللي مثل ما شايفينها هيك هيك مشغولة. فبنقدر نحط شجر سواء حطيناه بألوان عادية أو بأبيض وأسود، نعطي المشروع تبعنا هاي التفاصيل. نشوف مشروع تاني، طلعوا كيف نحط شجر، نحط أشخاص، نحط طيور. هذا كل شيء له علاقة بالبرش، بنحكي عليها وبنتعمق فيها. طبعا أنا عم بحكي بس النظرة العامة، الأدوات الموجودة هون كلها حنشرحها أو أغلبها اللي بتلزمنا بالعمارة، وبشرح لكم شو الفائدة منها سواء خارجي أو داخلي وإلى آخره. ننتقل لموضوع هاي المشاريع اللي قدامنا اللي هي لها علاقة باللقطات اللي بناخدها بالريندر، سواء ماكس، لوميون، أي برنامج تاني، وطبعا مع الفيري. فأنا هاي اللقطة بساويها هيك بالماكس ومع الفيري، طبعا باخد قد ما بدي لقطات. في شغلات بضيفها بالفوتوشوب لأختصر على حالي وقت، منها الشجر، الأشخاص، السيارات أغلبها. فلاحظوا النتيجة هون كيف بتصير، يعني قبل وبعد كيف المشروع صار عندي. لقطة تانية لنفس المشروع من زاوية تانية، لاحظوا كيف كان المشروع بقوي هيك. يعني أنا مثلا رندرت لقطة، فأنا مثلا بدي أتحكم بالإضاءة تبعها، فأنا لازم أعرف أتعامل معها. إنه حبيت أضيف إضاءة فلازم أعرف أقوي الإضاءة، فتحها، غمقها، حبيت غير ألوان، أعمل أي شي بدي إياه، بقدر أشتغل فيها وبتعامل معها كيف ما بدي. فلنفترض كلر بالانس، حنخفي واحدة من هدول. شوفوا كيف أنا فيني أغير الألوان وألعب بالتأثيرات. هاي الأمور كلها حنحكي عليها أكتر. بتضيف أنا مجموعة لايرات وصور وتأثيرات لأقدر أوصل للشي اللي أنا بدي إياه، مثل ما شايفين لمعة الشمس والتفاصيل المحيطة. فأي مشروع أنا بشتغله ماكس أو فيراي أو أي شي تاني، فأنا لازم أعرف كيف أعطي تأثيرات. طيب فهي المجموعات اللي نحن بنقدر نشتغل عليها، وطبعا في شغلات تانية بنقدر نستفاد منها، مثل مثلا هذا المشروع أو هذا المشروع. الصورة الافتراضية أنا أخذتها من الفيراي هيك، هي أوكي حلوة شغالة، بس أنا إذا حبيت أضيف تأثيرات أكتر فببلش أنا أشتغل بموضوع اللايت والإضاءة والتفاصيل المحيطة، يعني اللايت اللي هو الإضاءة اللي أنا عم حطها مثل ما شايفين. فهي المرحلة بنسميها بوست برودكشن، بنحكي عليها شو بنستفاد من هاي الليرات اللي نحن عم نشوفها هلا وشو وظيفتها بشغلنا، يعني أنا كيف بدي بشتغلها. فطبعا هذا له علاقة بقسم بالفيراي، فلازم انتو تكونوا بتعرفوا فيراي لتقدروا تشتغلوا فيها. طبعا نحن فينا نستغني عنها، يعني هيك صورة كتير حلوة مو حاكية شيء أبدا، بس هاي المرحلة بوست برودكشن بالنسبة اللي بيشتغلوا ماكس وفيراي كتير مهمة وأساسية عنا. إنه أنا بحب أعدل وأشتغل بهاي التفاصيل مثل ما شايفين، لأقدر أنا أعطي إضاءة وتفاصيل للمشروع كيف ما بدي. مثلا حبيت أغير لون الإضاءة هون، بقدر أغيرها كيف ما أنا بلاقي مناسب للمشروع. طيب فبنحاول نشتغل، نضيف لوجو، نحط تأثيرات،
بتطلع معنا هاي النتيجة الحلوة، وهيك بنكون أنجزنا بالبرنامج التأثيرات بناءها. بشكل عام البرنامج أو الدورة بشكل عام هتكون عبارة عن 8 دروس إن شاء الله. هناخد الأساسيات، شوي شوي نتعمق لنوصل للشيء اللي بدنا إياه مثل ما شفت الصور، وبالنهاية إن شاء الله تكونوا وصلتوا لنتيجة كتير حلوة وقدرتوا توصلوا للشيء اللي بدكم إياه، وبتطلعوا في نهاية الدورة إن شاء الله جاهزين لتستلموا أي مشروع أو تشتغلوا مشاريعكم بإيدكم. داخل الدورة هناخد اختصارات، هناخد أهم الأوامر، الفلاتر اللي ممكن نضيفها، كتير أمور هنشتغل عليها، بس بدها وقت. وحيكون عندكم ملفات جاهزة بسلمكم إياها للدروس إن شاء الله مع نسخة الفوتوشوب طبعا، إنه هاي الملفات فيها مشاريع، فيها شغلات أنتم تدربوا عليها لتوصلوا للشيء اللي بدكم إياه. وهيك بنكون خلصنا شرح الدورة، إن شاء الله يكون الشرح مفيد ومختصر وواضح للكل. دمتم بخير.